أقطاب 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 مع الأستاذ لهفيلي منصر. مرحبا بكم أحبابنا المستمعين إلى أقطاب، وقطبنا لهذا اليوم الرمضاني الجديد السعيد هو قطب كما يفهم أهل التصوف، كما يفهم أهل التصوف أن يكون القطب قطبا، والقطب بمنهج الصوفية هو قطب صلاح أخلاقي وسلوكي، وهو أيضا الولي، ونقصد بالقطب أبو الحسن الشاذلي رحمه الله. وهذا العلم أو هذا الرجل معروف بين جمهور التونسيين، ومعروفة أهازيج كثيرة داخل الملاعب وعلى المدرجات، معروف مثلا يا أبو الحسن يا شاذلي، وحبذا لو يسأل كل من يحضر إلى هذه الملاعب، وحبذا أن يسأل كل من له نصيب من هذه الأهازيج، يسأل عن أبي الحسن الشاذلي، يسأل من هو هذا الرجل. ولقد كان رجلا رحمه الله، لقد كان رجلا بحق. هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربي، المعرف بالزاهد وبالصوفي، والذي تنتسب إليه الطريقة الشاذلية العريقة والشهيرة، تتلمذ في المغرب على يد القطب الإمام عبد السلام ابن مشيش، صاحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الصلاة المشيشية. وهذا الرجل أثر في مريده، أثر في أبي الحسن الشاذلي أبعد التأثير. ثم رحل الشاذلي إلى تونس وإلى جبل زغوان تحديدا، حيث اعتكف للعبادة، وبلغ بهذه العبادة وبصفاء النية بلغ مقامات روحية عالية، وأخذ في تونس العاصمة عن أبي سعيد الباجي الذي سبقه في المعارف والعلوم، كما سبقه في التصوف متأثرا بأبي مدين شعيب دفين تلمسان. بعد المحطة التونسية رحل الشاذلي إلى الإسكندرية في مصر، حيث تزوج وأنجب الأولاد. وفي مصر ذاع صيته، وقد ضيق عليه الخناق في تونس لما كان في تونس، وكثر أتباع الشاذلي في مصر، وكثر مريدوه، وكثر المنتسبون إلى طريقته أو منهجه في التربية والسلوك. أبو الحسن الشاذلي صاحب منهج في التربية، وهو يختلف عن صوفية سبقوه، وهذا المنهج يقوم على المحبة. الشاذلي رحمه الله بدأ زاهدا، ولكنه رأى أن المؤمن لا يبلغ بالزهد ودوام العبادة، لا يبلغ ما يبلغه أو قد يبلغه بالمحبة. المرء مع من أحب، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت محبا لله فأنت مع الله، بشرط أن تصدق الحب وتصدق المحبة. ولكن في كل الحالات ليس يسيرا أن يصبح المؤمن محبا لربه، هذا يحتاج ضربة ويحتاج تمرين ويحتاج وعي ويحتاج نكران ذات وخروج من الأنا ومن الأنانية. والمريد الشاذلي سائر على طريق المحبة، والمحبة خلق جليل، وللمحبة مواصفات محددة، مواصفات فيها من اللطف ومن الرقة ومن الجمال ومن الكرم ومن الإيثار. وقد تفرعت هذه الطريقة الشاذلية الأولى، أو هذا المنهج الشاذلي الأول، تفرعت هذه الطريقة بعد أبي الحسن الشاذلي، ولكنها بفروعها الإفريقية والمشرقية والآسيوية والأوروبية، لكنها بهذه الفروع مجتمعة ظلت وفية للمنهج الأول الذي حدده أبو الحسن الشاذلي، والذي أسميناه أو يسميه المختصون بمنهج المحبة. توفي رحمه الله بمصر وهو في طريقه إلى بيت الله الحرام. رحم الله أبو الحسن الشاذلي ونفعنا بعلومه وبركاته، وإلى قطب قادم قريب. دمتم في رعاية الله وحفظه. أقطاب 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 مع الأستاذ لهفيلي منصر.